احنا هنتوقف لفاصل سريع لا مش هناخد فاصل، هنكمل على طول عشان نسخن بقى مفيش وندخل. فاصل خلينا خالص. ندخل على طب على طول الاخبار يلا. اللي عندنا مش طيب كتير. اول خبر، لا مبروك عليك، اتفضلي. طيب عايزه اقول لحضراتكم ان النهارده اللجنه العليا للانتخابات اعلنت نتيجه انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى اللي شارك فيه حسب طبعا اعلان رئيس اللجنه السيد المستشار انتصار نسيم 7,829,366 ناخب، ده من بين 25 مليون، طبعا النسبة قليلة جدا، و 435,966 ناخب بنسبة 30%. 30% قليل قوي بالنسبة للناس. واحد ضيعت 8 من 10 ضد دول اللي فارقين يا منى في الانتخابات. 30 و8 من 10%. فاز الحزب الوطني ب 74 مقعد، المعارضة بأربع مقاعد موزعين بين حزب التجمع والناصري والغد والجيل. هيبقى فيه طبعا إعادة، الإعادة هتبقى على 10 مقاعد بين 20 مرشح، 11 منهم للحزب الوطني، 9 مستقلين. دول هيبقوا في 5 محافظات: سوهاج وقنا وأسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء. النسبة اللي شاركوا النسبة قليلة قوي، يعني كنا نأمل ان النسبة ده شاركوا يا منى. البعض وبعض المنظمات الحقوقية بتقول ان هذا الرقم مبالغ فيه جدا، وان هذه الارقام التي قيلت دي اللي اتوجدت في الكشوف وفي الصناديق، لان كتير رصدوا وسجلوا وجابوا لنا صور صناديق طالعة فاضية، لدرجة ان في مرشح في محافظة في مركز في قرية في منطقة من المناطق خد صوت واحد، المدام رفضت تدلو صوتها، اولاده رفضوا يدلو صوته، اولاد خالت امه رفضوا يدلو صوته، مرشح الحزب الوطني خد كل الاصوات والراجل ده خد صوته، مش عارف ادى لنفسه ازاي، ده الراجل ده كان لازم ينتحر اساسا زي اللي انتحر على كوبري قصر النيل، خد صوته بس عيلته كلها سكتم بكتم، عملوا مقاطعة معاه، الراجل ده ما غرس حاجة في بلده طول العمر. طبعا هي التصريحات اللي طالعة بتقول ان كانت المفاجاه هي حصول 4 اللي خدوا 4 من الحزب الوطني، طبعا حاجه تقطع القلب، وانا زعلان على حزب الوفد العريق، ولا واحد يا جماعه، لكن حزب الجيل لانه حزب مؤثر جدا، وحزب الغد لانه حزب مؤثر جدا، طلعنا من احزاب تانية لها كل الاحترام، لكن وجودها على الساحه يكاد يكون منعدم، خدت صوت، خدت مقعد، اما حزب الوفد فما فيش، ملوش دعوه خالص، وكانه ما كانش موجود. مع اني تخيلت بعد الانتخابات الاخيره لحزب الوفد اللي كانت في الحقيقه مشرفه جدا، تخيلت انه هيبقى داخل الحياه السياسيه بقوه، تخيلت كده. عايز اقول لك ربنا يسامح الاخوان، ما هو كل ده بسببهم، لو بعدوا شويه وريحوا المصلحه يا جماعه، عايزين نغير سياسه، عايزين شويه ديمقراطيه، شويه شفافيه، طول ما انتوا فيها مفيش حاجه هتحصل، ابعدوا شويه عشان خاطر البلد، البلد دي هتتغير لو بقى اهو. لكن بعبعوا الاخوان، شايفين الاخوان والدوله الدينيه والرعب والازمه اللي هتحصل، فمبوظين لنا كل حاجه. سامحوني، تعالوا نروح للتحدي.